السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة الفلسفة للمستوى أولى بكالوريا، درس الوعي واللاوعي على بركة الله. مفهوم الوعي واللاوعي. تحليل نص فرويد فرضية اللاشعور. نتعرف على إشكال الناس. ما هي العلاقة الموجودة بين الوعي واللاوعي؟ ومن منهم يتحكم في الحياة النفسية للإنسان؟ نتعرف على أطروحة الناس. يعطي فرويد اللاشعور واللاوعي في تفسير الأنشطة الصادرة على الجهاز النفسي، فالجزء الأكبر في هذا الجهاز تحتله الدوافع اللاشعورية التي تقف وراء معظم أفعال الإنسان وإبداعاته الفكرية والفنية، البنية المفاهيمية للناس. مكونات الجهاز النفسي حسب فرويد: هناك الهو والأنا والأنا الأعلى. نتعرف على كل واحد على حدة. ما هو الهو؟ هو أصل الجهاز النفسي، يمثل الرغبات الغريزية التي تهدف إلى تحقيق اللذة الحسية. لا عقلي، لا شعوري، ولا منطقي، لا زماني ولا مكاني. ننتقل الآن إلى الأنا. ما هو الأنا؟ الأنا ينشأ عن اصطدام رغبات الهو بالواقع، يمثل منطقة صراع في الجهاز النفسي، حيث يقوم بوظيفة أساسية هي التوفيق بين رغبات اللامعقولية للهو والأوامر المثالية للأنا الأعلى. يمثل مبدأ الواضح. نتعرف على الأنا الأعلى. يمثل مبدأ المثال، يمثل القيم الأخلاقية العليا. ينشأ عن تقمص الطفل للأوامر العليا لوالديه أو لمن يعتبرهم قدوة بالنسبة إليه. الشعور هو معرفة مباشرة بالحالات النفسية، ومجال الشعور هو مجموع العواطف والأفكار والصور التي تؤسس الحياة العقلية لكل فرد. اللاشعور هو جانب عميق في الحياة النفسية، يتكون من الميولات والرغبات المكتوبة والتي تعبر عن نفسها في الأحلام والنكت وزلات القلم وفلسات اللسان. الحلم وهو تعبير رمزي عن رغبات اللاشعورية يصعب تحقيقها في الواقع نظرا لرقابة الأنا والأنا الأعلى، فيحتال عليهما الهو ليلا أو نهارا لكي يحقق رغبته. الليبيدو هو الطاقة النفسية المتعلقة بالغرائز الجنسية، كما يقصد فرويد بالليبيدو الرغبة الجنسية المتجهة نحو الموضوع. نتعرف الآن على عقدة أوديب. تتلخص في حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه، ويسمي فرويد هذه الحالة بعقدة أوديب نسبة إلى الملك أوديب الذي روت الأسطورة اليونانية أنه قتل أباه من غير علم منه، فلما علم الحقيقة فقع عيناه حزنا وألما. البنية الحجاجية للناس. دافع فرويد عن أطروحته القائلة بأن اللاشعور هو أساس الحياة النفسية بالاعتماد على الأساليب الحجاجية التالية: أسلوب المقارنة وأسلوب المثال. نتعرف أولا على أسلوب المقارنة. إذا ما قارنا الشعور واللاشعور على مستوى الحياة النفسية، سنجد أن الحيز الأكبر منها تمثله منطقة اللاشعور، بينما لا تمثل منطقة الجزء الشعوري إلا جزء الضئيل. أسلوب المثال يتجلى في مثال الحلم الذي يعبر عن الرغبات اللاشعورية التي تفصح عنها نفسية بكيفية مقنعة ومرموزة، وأيضا مثال هستيريا التي هي عبارة عن اضطرابات عصبية تعبر عن دوافع لاشعورية وجنسية. نتعرف على الأدوات اللغوية المنطقية. لا نبالغ، لا نفترض، فأما وقد، إننا لا نعززها إلى، بل إلى. وظائفها الحجاجية: لا نبالغ بمعنى رفض الأطروحة النقيد التي ترتكز على الشعور في تفسير الحياة النفسية. أن نفترض: طرح الفرضية، الأطروحة القائلة بأن اللاشعور هو أساس الحياة النفسية.
فأما وقد، الإشارة إلى الدراسات النفسية التي تؤكد على أهمية الحلم وعلاقته بدوافع اللاشعورية. إننا لن نعجزها إلى بل الوقائع التي تظهر في الحلم لا يجب فهمها كما تظهر فيه، بل يجب اعتبارها تعبيراً عن رغبة اللاشعورية. يقول فرويد: الأحلام هي طريق الملكي إلى اللاشعور. ويقول أيضاً: إن الفوضى الظاهرة في الحلم ليست إلا شيئاً ظاهرياً لا يلبث أن يختفي حينما نمعن النظر في الحلم. تحليل نص ألين. نتعرف على إشكال النص. ما الذي يتحكم في أفكار الإنسان وسلوكاته؟ الشعور أم اللاشعور؟ أطروحة النص. يرفض ألين فكرة فرويد القائلة بأن اللاشعور هو الذي يتحكم في الذات، ويقول على العكس من ذلك أن أفكارنا وسلوكاتنا هي نتاج للوعي، أي لذات فاعلة ومتكاملة. ننتقل لنتعرف على مفاهيم النص. العلية هي المبدأ القائل بأن لكل حادث سبب أدى لحدوثه وجعله على هذه الكيفية وليس على كيفية أخرى. حسب أرسطو هناك أربعة علل ضرورية من أجل إيجاد شيء ما. مثلا ضع كرسي. العلة الفاعلة النجار. العلة المادية الخشب. العلة السورية شكل الكرسي. العلة الغائبة الجلوس. الرمزية هي ظهور وقائع الحلم في شكل رموز وعلامات مخالفة للوقائع الحقيقية على مستوى الواقع. الذات الفاعلة هي العقل الواعي المتحكم في أفكار الإنسان وسلوكاته. حجاج النص. يعتمد صاحب النص على أسلوبي السجال والنقد ونقد مفهوم اللاشعور كما قدمه علم النفس الفرويدي. صعوبة فهم وتحديد اللاشعور. لفظ اللاشعور هو من نسج خيال فرويد. إنه شخصية أسطورية. لا يمكن القول بأن الغريزة اللاشعورية، والسبب هو أنه لا يوجد أمامها شعور حيواني تتمظهر من خلاله، وهذا يعني أن كل وعي أو شعور هو عقلي ومفكر فيه من قبل العقل الواعي. اعتبر ألين أن علامة الأحلام العادية ويمكن تفسيرها انطلاقا من نظام رمزي سهل، وهذا بخلاف فرويد الذي يذهب إلى أن الأحلام ذات رمزية ملتوية ومعقدة. يرفض ألين أن يكون اللاشعور أنا آخر، بل إن كل أفكارنا وسلوكاتنا هي نتاج للإرادة صادرة عن الذات الواعية الفاعلة والمتحكمة. خلاصة تركيبية: لقد تم اعتبار الإنسان في الفلسفة حيوانا ناطقا، وتم اعتبار أن الوعي السمة الأساسية المميزة له عن باقي الكائنات. هكذا فالوعي عند الفلاسفة كديكارت وسارتر وألين هو المصدر أو الأساس التي تنبني عليه كل الحقائق. فسلوكات الإنسان وأفكاره صادرة عن الوعي، غير أن أبحاث فرويد في مجال علم النفس أدت إلى اكتشاف اللاوعي أو اللاشعور، بحيث تم اعتباره أساس الحياة النفسية وأنه يحتل الحيز الأكبر في الجهاز النفسي. وما الوعي سوى الجزء الضئيل الذي يتواجد على سطح هذا الجهاز؟ واعتبر فرويد أن معظم سلوكات الإنسان وأشكال وعيه بذاته وبالعالم صادرة عن دوافع لاشعورية تجد تجلياتها في الأحلام والنكت وفي التان اللسان وفي الإبداعات الفنية والأمراض النفسية.